شيخ، عندنا مجموعة شباب يعني من طلاب العلم في اليمن، ويعني يقولون في كبار أهل العلم المعروفين يعني كلمات شديدة، ووجدوا لهم أيضا مجموعة من الشباب معهم، من ذلك أنهم يقولون في الشيخ الألباني إمام في الإرجاء، ويقولون أيضا في كبار هيئة العلماء هنا يقولون فيهم إرجاء وجهل بالواقع. للأسف إذا ناقشنا شيء قالوا نحن من أهل السنة ونحن سلفيين وهكذا من هذا القبيل. إيش الموقف معهم؟ إيش الكلام فيهم؟ إيش؟ أما كلامه في العلماء فإنه لا يضر العلماء شيئا، ولا أعلم عن الشيخ الألباني قولا يدل على أنه من أهل الإرجاء، بل هو سلفي سني محدث قل أن يوجد في عصره مثله. وأما أهل كبار العلماء هنا فدعواهم أنهم جاهلون بالواقع كغيرها من الدعاوي، البينة على المدعي ولمن على من أنكر. وهل ناقشوا هؤلاء العلماء وعرفوا أن عندهم جهلا بالواقع؟ نعم لا. وكلمة جهل بالواقع وفقه الواقع وما أشبه ذلك هذه كلها كلمات محدثة جاءت من بعض الدعاة. والفقه المحمود هو الفقه في دين الله عز وجل، تقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد له بخيرا يفقه في الدين. أما الفقه في الواقع فهو وسيلة لتصور القضية حتى يحكم عليها بما تقتضي الشريعة. طيب شيخ موقف يعني هؤلاء الشباب، أما موقفكم معهم فأرى أن تتركوهم، يعني نهملهم ما أبد ولا كأنهم شيء. نعم لكن لو جاء أحد من غيرهم وأراد يتكلم بمثل هذا ينصح ويقال اتق الله عز وجل، ما لا يحل لك أن تتكلم بما لا تعلم. كيف شيخ يعني اتهامهم لكبار أهل العلم بأن فيهم إرجاء، ما يعني ما يكون في هؤلاء ميت؟ يعني أذكر أن بعض العلم ذكر أن ابن بدران الحنبلي وكان في مقدمة الفقه يقول أن بعض فرق الخوارج كانت تلمز أهل السنة بالإرجاء. نعم نعم ما في شك. يعني فهل يعني أي إنسان يرمي المعتدلين بالإرجاء فإنه يميل إلى رأي الخوارج. يعني يكون فيه رأي وعرق. نعم نعم يكون فيه عرق من الخوارج.